هذا المشهد استفتاء، استفتاء مليوني يؤكد حرص الشعب السوداني على تنحية هذا النظام وإقامة نظام جديد. هذا الاعتصام من تجليات العبقرية السودانية، وهو مثابر بل حقق إنجازا أبكى المشاركين فيه فرحا، أبكى المشاركين فيه فرحا وأبكانا اعتزازا به. وحتى إذا فرقهم الطغيان فسوف ينتشر الاعتصام داخل البلاد وخارجها تعبيرا عن إرادة التغيير التي عمت كل المجتمع.